ينضم إلينا من رام الله عماد أبو عواد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد عماد، أهلا فيك. في البداية، ما رد الفعل الفلسطيني بشأن اقتحام الأقصى ومسيرة الاستيطان عفوا المزمعة اليوم؟ تحياتي لك لجمهور المشاهدين. لا شك الحالة الفلسطينية العامة، تحديدا عند الحديث عن الفئات الشبابية، نحن نتحدث عن حالة عامة مقاومة، عن حالة تصدي للاحتلال، عن سلسلة طويلة من العمل المقاوم الفلسطيني المستمر والذي بات يتضاعف في الآونة الأخيرة بشكل كبير. الأهم في هذا السياق أن الروح المعنوية والحالة الفكرية لدى الشارع الفلسطيني تنصب باتجاه واحد، ألا وهو الذهاب باتجاه ضرورة مواجهة الاحتلال، ضرورة مواجهة ومقاومة هذا التغطرس الاستيطاني الكبير. وبالتالي رأينا حالة من الفسيفساء ووحدة الساحات الفلسطينية التي باتت تقلق الاحتلال بشكل مستمر وبشكل كبير. لكن على المستوى السياسي وعلى مستوى العلاقة الفصائلية، لا زال يتطلع الشارع الفلسطيني إلى وجود حالة أفضل، لأنه عمليا إلى الآن لا زال الانقسام الفلسطيني موجود، لا زالت السلطة الفلسطينية تراهن على ذات السياقات التي لم تقدم ولم تؤخر ولم تؤدي إلى تقديم الحالة الفلسطينية. من هنا رغم الحالة المقاومة شعبيا، لكن على المستوى السياسي والقيادي يحتاج الفلسطينيون الكثير من العمل من أجل التصدي. الأيام هذه على الأرض نشهد عمليا حالة فلسطينية شعبية بدأت أيضا تواجه المستوطنين الذين يتغطرسون في الكثير من المناطق في الضفة الغربية، كما نرى اليوم مسيرة تضم أكثر من 20,000 مستوطن يتقدمون بستائر سموتريس في تمار بني كبير، وهدفهم الأساسي هو تثبيت المعالم الاستيطانية في الضفة الغربية من جانب، وكذلك توبيخ الحكومة الإسرائيلية واتهامها أنها مقصرة وأن عليها المزيد من العمل الاستيطاني في الضفة الغربية. ومن المؤلم قوله بأنه الأزمة الداخلية الإسرائيلية، حالة الضعف التي أبدتها الحكومة الإسرائيلية في الكثير من الملفات، باتت تنصب باتجاه المزيد من الضغط على الفلسطينيين، وهذا بتنا نراه ليس فقط في القدس المحتلة إنما في كل المناطق في الضفة الغربية، مع ارتفاع شهية المستوطنين والحكومة بزيادة الوحدات الاستيطانية المبنى، وكذلك تقسيم المسجد الأقصى زمنيا، وربما الوصول إلى التقسيم المكاني. بالمجمل الأوضاع متصاعدة وربما تتجه إلى شكل أكبر من التصعيد في حال طيب، استمرت كيف إسرائيل بذات يكون السياسة. رد فعل السلطة الفلسطينية، يعني في مشاركة وزراء من حكومة بنيامين نتنياهو في هذه يعني المسيرة الاستيطانية؟ يعني ما دلالة هذا بالنسبة للسلطة الفلسطينية؟ السلطة الفلسطينية تعي تماما بأنه عمليا لا أفق سياسي ولا أفق اقتصادي ولا أي أفق تبقى للفلسطينيين في ظل التعاطي مع الحكومات اليمينية المتطرفة المتتالية. السلطة الفلسطينية لا زالت تراهن على المجتمع الدولي، لا زالت تراهن على تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحقيقة من قلب وداخل السلطة الفلسطينية ومن خلال التواصل مع الكثير من القيادات، كل قيادات السلطة الفلسطينية تدرك تماما بأنه عمليا لا يمكن الرهان على أي شيء، وبأنه يجب أن يكون هناك صياغة برنامج عمل استراتيجي واضح المعالي من أجل مواجهة هذه الحالة. اليوم إسرائيل تقول علنا للسلطة الفلسطينية ليس لكم دولة، ليس لكم بعد سياسي، القضية الفلسطينية مجرد قضية إنسانية اقتصادية، يتم حشر الفلسطينيين بالمناسبة فقط على مساحة 20% من الضفة الغربية، فيما 60% تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل، وما تبقى ال 20% الأخرى ما بين سيطرة السلطة وسيطرة الاحتلال. بمعنى أدق، السلطة الفلسطينية تعي وتدرك المخاطر وتعي تماما الوسائل التي يجب اتباعها، لكن السلطة إلى الآن لا تجرؤ إلى الذهاب باتجاه وحدة فلسطينية أو الذهاب باتجاه عمل برنامج عمل استراتيجي مشترك مع الفصائل الفلسطينية، لأن سيف الاحتلال نعم. مسلط عليها، سيف طيب، الولايات يعني المتحدة الأمريكية مسلط عليها، وهي برأيك تشهد سيد بخطوات قتلية. عماد، برأيك ما أسباب يعني عنجهية حكومة نتنياهو وتعنتها بهذا الشكل وإصرارها على تصعيد الأزمة؟ طبعا إلى جانب أنه هناك ضغوط دولية، وهذا التصعيد يعتبر رد مخيب للآمال كل من سعى، أو آمال المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع. فما رأيك بهذا الأمر؟
يعني سؤال مهم حقيقة، السبب الحقيقي لزيادة التطرف في هذه الحكومة باعتقادي أمرين. الأمر الأول أنه الصهيونية الدينية التي قررت قبل نحو 20 عام بضرورة الوصول إلى مؤسسات الحكومة، الوصول إلى الحكومة والتأثير في الحكومة، الآن وصلت إلى الحكومة. الأمر الثاني، الكثير من المؤسسات بما في ذلك مؤسسة الجيش بات يتواجد فيها الكثير من الذين يتبعون للصهيونية الدينية. لك أن تتخيلي، من كبار أكبر 7 ضباط في إسرائيل، 4 منهم أتباع للصهيونية الدينية، رغم أن نسبة الصهيونية الدينية في المجتمع الإسرائيلي فقط 12%. الآن وجودهم في الحكومة يعتبرونه فرصة سانحة من أجل أن يتم تطبيق برنامج عمل هذه الحكومة، التي تتبع بالمناسبة عندما نتحدث عن الصهيونية الدينية تتبع للراف دوف ليور، الذي يؤمن بضرورة أن يكون هناك تسريع في الاستيطان، أن يتم هدم المسجد الأقصى، وأن يتم السيطرة على هذه المناطق. ويقول بصريح العبارة، دولتنا في الضفة الغربية، ليس لنا دولة أخرى، بمعنى هو يتحدث عن دولة يهودا. الآن لماذا لا تستطيع هذه الحكومة ضبط نفسها والالتزام ربما ببعض الكلام الناعم الذي وجه لبعض الدول العربية والدولية؟ لسبب بسيط، أن حكومة نتنياهو تعاني من أزمة داخلية تتمثل بالحرب على القضاء. في ظل هذه الحرب وفي ظل وجود نتنياهو ضمن سياق 3 لوائح اتهام، هو يريد عمليا التحالف مع الشيطان من أجل أن يتخلص من لوائح الاتهام. فبالتالي إذا أراد نتنياهو إيقاف الصهيونية الدينية ستسقط هذه الحكومة، وبالتالي الصهيونية الدينية بيضة القبان، التطرف بيضة القبان. من هنا لا يمكن لا لنتنياهو ولا لغيره من الأشخاص في هذه الحكومة إيقاف حدة هذا التطرف، طيب. الذي بالمناسبة بات ينعكس سلباً على نتنياهو سيد نفسه. عماد، يعني نشكرك على تواجدك معنا، السيد عماد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكراً لك.